من لطائف ما يروى أن هناك رجل كانت الناس تعظمه وتحترمه، وإذا مر يتجمع الناس حوله. وقف الإمام الصادق عليه السلام يراقب هذا الرجل، وكان متغشب لثام. وبعد لحظات راح هذا الرجل وفارق الناس. الإمام سلام الله عليه راح خلفه، وكان هذا الرجل لا يشعر أنه الإمام يراقبه. الإمام لاحظ أنه هذا الرجل مر على خباز ووقف عنده وغافله وسرق رغيفين خبز. الإمام حتى ما يحكم عليه واحمل أخاك على 70 محمل، قال في داخله لعله معاملة، نوع من المعاملات. راح الرجل ومر على بائع رمان، وكذلك غافل الرجل بائع رمان وسرق رمانتين. الإمام أيضا قال لعله معاملة. بعدها وصل الرجل إلى مكان قريب الصحراء، وصل عند فقير أعطاه الخبز والرمان وذهب. ناداه الإمام: يا أبا عبد الله، أنا سمعت عنك الكثير من المدح وحبيت أنه ألقاك، لكن لاحظت منك شيء غريب، أنه أنت فعلت كذا وكذا. الرجل قال: ومن أنت؟ الإمام قال: رجل من ولد آدم من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: من أين؟ قال: من المدينة، من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله. الرجل عرف، قال: لعلك جعفر بن محمد. الإمام قال: بلى. قال: وما ينفعك شرف حسبك وأنت جاهل، تركت علم جدك وأبيك. الإمام صبر عليه، كان حليم، وسأله: كيف يعني؟ قال: قول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وأني لما سرقت الرغيفين كانت سيئتين، أو لما سرقت الرمانتين كانت سيئتين، وبهاي الحالة صارت 4 سيئات، فلما تصدقت بكل واحد منها صارت 40 حسنة، نقص من 40 حسنة 4 سيئات، بقت 36 حسنة. الإمام قال له: ثكلتك أمك، أنت الجاهل بكتاب الله، أما سمعت قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين؟ إنك لما سرقت الرغيفين كانت سيئتين، ولما سرقت الرومانتين كانت سيئتين، ولما دفعتها إلى غير صاحبها من غير رضا ضفت 4 سيئات إلى 4 سيئات أخرى، وما ضفت 40 حسنة. والعجيب بالأمر، بقى هذا الرجل مصر على رأيه، مثل حال كثير من الناس اللي يعتقد أنه هو على حق أو يبقى مصر على رأيه وهو باطل. هذا لما تنقلب موازين التفكير ويصير الحق باطل والباطل حق بنظر الجاهل. وكما يقول الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.